بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس الثانوي، ازيكم شباب؟ هناخد النهاردة ان شاء الله مسائل مراجعة على التكامل غير محدد، مسائل منوعة ان شاء الله. شوف اول سؤال معانا، بيقول لي هنا اوج التكامل 2 س على س زائد 1 كل تربيع د س. هنا يا شباب عشان احل المسألة ديت انا محتاج ان انا اقسم البسط على المقام. طب البسط هيتقاس على المقام امتى؟ لو لنا كان في البسط عندي مقدار زي المقام اللي هو س زائد 1. طب نعمل ايه؟ والله احنا ممكن فوق نضيف عدد ونطرح عدد. يعني مثلا هنا هم قالوا والله انا هضيف على المقدار ده موجب 2 واطرح سالب 2، تمام، بحيث لما اجي اخد عامل مشترك من هنا يظهر القوس موجود اللي تحت. ده اللي سي. تعالوا نكملها مع بعض التكامل اهو. هنا هاخد 2 عامل مشترك، يبقى س زائد 1 ناقص 2 على المقام اللي هو س زائد 1 كل تربيع هنا، وس زائد 1 كل تربيع، كل ده دالة س. هنا لما نيجي نختصر، يعني البسط اختصر مع المقام، فيتفضل عندك 2 على س زائد 1 على التكامل الأول دال س. نوزع التكامل بقى، وهنا ناقص 2 على س زائد 1 كل تربيع دالة س. لاحظ الاتنين دي ثابتة، تطلع بره التكامل، فيبقى عندك 1 على س زائد 1 البسط مشتقة المقام، تقول لوغاريتم من قياس الوقائع. هنا شباب اطلع الاس ده فوق، يعني اقول ناقص هو تكامل الاتنين اسيبها بره ثابته، واقول له س زائد 1 وكل اس سالب 2 ده لس، يعني بتساوي 2 لوغاريتم مقياس س زائد 1 للاساس ه ناقص. هنا الاس في التكامل بقى شباب بنعمل ايه؟ بنزود 1 على الاس ونقسم على الاس الجديد، فهنا الاتنين موجود اهي بره، واقول له س زائد 1، ازود على الاس 1 سالب 1 واقسم على الاس الجديد، تبقى موجب على مشتقة المقدار اللي عندك بواحد، كل ده زائد ايه؟ زائد ثابت. كده التمرين ايه؟ خلص، ده الناتج النهائي. فهمناها؟ نشوف تمرين تاني يا شباب رقم 2، بيقول لي هات لي تكامل 1 على ظا س زائد ظا س د س. هنا يا شباب احنا عارفين ان الظا عبارة عن جا على جتا. انت عندك تكامل اهو، هنا 1 تقول له جا س على جتا س، ماشي، زائد الظا جتا على جا، كل ده دالة س. طب احنا عايزين نتخلص من الجا والجتا، نضرب البسط والمقام في جا س جتا س، جا س جتا س، بيديك عندك التكامل اهو اللي فوق جا س جتا س، اضرب بقى المقدار ده وزعه هنا، يبقى الجتا تروح مع الجا، بقى جا في جا بجتا تربيع، وهنا الجا تروح مع الجا، جتا س في جتا س بجتا تربيع س، كل ده دالة س. احنا عارفين ان جتا تربيع س زي جتا تربيع س بواحد، فيبقى عندي التكامل جا س في جتا س دالة س. دي نعملها بكذا طريقة بقى يا شباب. يعني احنا ممكن نقول والله دي دالة في مشتقتها، الجا مشتقتها جتا، طالما دالة في مشتقتها بنحذف الغي المشتقة خالص ونزود 1 على الأس ونقسم على الأس الجديد، فتبقى جا تربيع س بنقسم على 2 كده زائد ايه؟ زائد ثابت. ده حل. ممكن طالب يقول لك لا اخر، يعني نضرب في سالب هنا وهنا عشان تبقى داله في مشتقتها، لان جتا مشتقتها سالب جا، فنزود 1 على الاس ونقسم على الاس الجديد. طريقه كمان ان انت ممكن تضرب في 2 عشان تبقى عندك قانون ضعف الزاويه، تضرب في 2 وتقسم على 2، فبقى 2 جا س جتا س هي جا 2 س، جا 2 س دي طبعا نص بره، ما نيجي نكامل الجا تبقى بسالب جتا، يبقى سالب جتا، ماشي، تعمل سالب بره هنا خلاص، وتقوم قاسم على الاتنين تبقى سالب ربع جتا 2 س زائد ايه؟ زائد الثابت. يبقى عندك طول الطرق للحل اهوت ايه؟ المسألة. بس أهم حاجة الفكرة في مين؟ في ضربنا بسط المقام هنا في جا س جتا س، وهنا جا س جتا س، يعني بسط المقام دي الفكرة الأساسية لحل المسألة، والباقي سهل بقى. نوجد التكامل الآتي، مسألة رقم 3 معانا، هنا بيقول لي س زائد 1 على س مضروبة في س لوغاريتم س س للأساس ه دالة س. دي نعملها ازاي يا شباب؟ والله احنا ممكن نقسم البسط ده كله على ايه؟ على س اللي تحت اللي عندنا دي، بيقول س على س فالواحد، وهنا 1 على س، يعني هتتفاجئ ان البسط بقى مشتقة المقام. ركز معايا كده، لما تقسم البسط ده كله على س، يعني تاخد تقول والله س زائد 1 هقسمها كلها على س،
وهنا س لوغاريتم س الأساس ه ده اللي س. اقسم كده تبقى هنا واحد زائد واحد على س، وهنا واحد زائد لوغاريتم س الأساس ه. لاحظ طبعا دي س، دي س يا شباب، ودي لوغاريتم س الأساس ه. لاحظ إن البسط مشتقة المقام، يعني مشتقة س بواحد ومشتقة لوغاريتم س الأساس ه بواحد على س. بنجيب الدالة تحت يعني ومشتقتها فوق، فالكلام ده كله عبارة عن إيه؟ هيبقى عبارة عن لوغاريتم ه معيار اللي تحت اللي هو س زائد لوغاريتم س الأساس ه زائد إيه؟ زائد ثابت. تمام؟ تعالوا نشوف تمرين تاني. مسألة كمان يا شباب، بيقول لي أوجد تكامل 3 س زائد 5 على س تربيع زائد 2 س زائد 1 دالة س. نعملها ازاي يا شباب؟ والله احنا ممكن الخمسة دي نقول له 6، يعني نقول له الخمسة دي عبارة عن ايه؟ 6 ناقص 1، فاهمين؟ يعني انت ممكن تقول له والله 3 س زائد 5، او تخليها 3 زائد 2 بحيث تاخد 3 عام مشترك. ايه رأيكم؟ تعالوا كده نفكر، لان احنا عايزين البسط يتحلل، يعني المقام اصلا عبارة عن مربع كامل اللي هو س زائد 1 لكل تربيع دالة س، فلازم تجيب فوق س زائد 1. فتعملها ازاي؟ تقول له والله دي هخليها 3 س زائد 3، دي 3 س يا شباب، ماشي، 3 س زائد 3 زائد 2. ونعمل ايه بعد كده؟ ها، نقول والله قايلين هاخد 3 عامل مشترك، يبقى 3 هيتبقى س زائد 1 والمقام س زائد 1 لكل تربيع، وادي زائد 2. فصلت بقى، خدت دول لوحدهم جوه قوس كده وقسمتهم على تحت، وخدت ده قسمته على تحت. طب لما اقسم يا استاذ التلاتة دي اسيبها بره، س زائد 1 تختصر، يبقى 1 على س زائد 1 تحت، يعني اختارنا 3 بره لان قوس على قوس بقى 1. وهنا طبعا التكامل هيتوزع اهو، التكامل الاتنين برضو تطلع معانا، تقول 1 على س زائد 1 كل تربيع ده لس، ماشي. سيب التلاتة زي ما هي، تفاجأ ان البسط مشتقة المقام، فتبقى لوغاريتم ه مقياس الس زائد 1. وهنا دي لسه هنكمل، والله نقول له المقدار ده هنطلعه فوق بأس سالب ونكمل عادي بقى. دي خلاص اتكملت، لوغاريتم مقياس س زائد 1 للأساس ه، هنا اقفل الأس، زود الأس 1 بس مع الأس الجديد، هتبقى -2 س زائد 1 كله -1 زائد ايه؟ زائد ثابت. زودت 1 على الأس وقسمت على الأس ايه؟ الجديد اللي عندي. فهمنا كده يا شباب المسألة؟ السؤال اللي بعده بيقول لي هات لي تكامل ظاتا كيب س دالة س. دي نعملها ازاي يا شباب؟ لما يجي لي دالة زي دي طبعا مفيهاش تكامل، مينفعش اقول بقى نزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، لأ، حاول تدخل المتطابقة فيها. ازاي؟ خليها ظا س كده في ظا تربيع س، وانت عارف المتطابقة بتاعت الظا تربيع، ظا تربيع س ده عبارة عن قا تربيع س ناقص 1. فهمنا نعمل ايه؟ يبقى انت هتسيب الظا س اهيت، وتقول دي عبارة عن قا تربيع س ناقص ايه؟ 1 دالة س. تعال بقى وزع، تقول له والله ظا س دي تتضرب في قا تربيع س دالة س ناقص تكامل ظا س دالة س. لاحظ ان في دالة مشتقتها، يعني الدالة ده ظا س مشتقتها قا تربيع، دالة في مشتقتها اعمل ايه؟ الغي المشتقة خالص وازود على الأس 1 واقسم على الأس الجديد، فاهمين؟ طالما دالة في مشتقتها يا شباب. وهنا تكامل الظا س، طب الظا س ملهاش تكامل، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا شباب؟ هنخلي الظا دي عبارة عن جه على جتها دالة س. طب لاحظ معايا حاجة، البسط مشتقة المقام، مشتقة الجتا بسالب جا، السالب اهي شايفينها، يعني ممكن تخلي ده موجب ودي سالب جوه هنا عشان يبقى البسط مشتقة المقام. يبقى انت خلاص كده خلصت المسألة، نص ظا تربيع س ده البسط مشتقة المقام يا شباب اهو. طالما البسط مشتقة المقام الآلة اللوغاريتمية لوغاريتم ه هنا جتا س جوه مقياس زائد ثابت. يبقى فكرة الحل إن احنا بندور على متطابقة، عندنا الظا كيب س خليناها ظا س في ظا تربيع س، الظا س نزلت والظا تربيع س خليناها قا تربيع س ناقص 1، وزعنا لقينا دالة في مشتقتها، لغينا المشتقة خالص، زودنا على 1 أس على 1 وقسمنا على الأس الجديد. تمام؟ وهنا برضه الظا جه على جتا، في سالب بره معانا اهيت، البسط مشتقة المقام مشتقة الجتا بسالب جه، فبقت لوغاريتم ه مقياس ايه؟ المقام اللي عندي. مسألة برضه مشهورة يا شباب اللي هي تكامل القاسين، دي كتير طبعا في الامتحانات. أنا بحاول أركز لكم على المسائل اللي هي بتتكرر، المسائل اللي فيها شغل، المسائل اللي فيها تكات، يعني مسألة زي دي لما بتيجي بتبقى عارف الطريقة بتاعتها في الحل، لها طريقة معينة،
تضرب بسط والمقام في مقدار اللي هو ظ س زائد ق س، تبقى حافظها كده. وهنا تضرب ق س زائد ظ س. الهدف انت تخلي البسط مشتقة المقام، يعني لان ق س ملهاش تكامل، مش بقى ان ق هخليها واحد على جتا، لا لا مش هتنفع، لازم تحل بالطريقة دي. تمام، فتضرب بسط المقام في مقدار وتوزع، تقول له هنا عبارة عن ق تربيع س زائد ق س ظ س. هتتفاجأ بقى ان البسط بقى مشتقة المقام، لان هنا ظ س ق س، الظ س مشتقتها ق تربيع والق مشتقتها ق ظ، بقى البسط مشتقة المقام خلاص. هتقول لوغاريتم ه مقياس ظ س زائد ق س زائد ايه ثابت. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى ما جينا مسألة تكامل للق س، يبقى عارف هتضرب بسط المقام في المقدار اللي هو ظ س زائد ق س عشان تحول البسط يبقى مشتقة ايه المقام. فهمنا كده الطريقة؟ دي طريقة الحل بتاعت ايه الجد، لكن فيها طريقة تانية بس طويلة عليك شوية، يعني لها طريقة الحل تانية يعني بتبقى ايه أصعب شوية من دي. أنا شايف إن دي أسهل، أقول لكم برضه الطريقة التانية عشان تبقوا عارفين، عشان لو طالب يعني حب يحلها عن طريق الجتا والكلام ده. تعالوا نحلها مع بعض بالطريقة التانية، دي طريقة الحل يا شباب برضه التانية، عشان برضه تبقى عارف تنوع الأفكار. يعني أنت عندك النقاط واحد على جتا، طيب الجتا ها تكامل الجتا، ممكن تخلي جتا دي تحولها لجا، يعني ركز معايا كده، عملنا ايه؟ جتا خليناها جا باي على اتنين زائد سي، لأن الباي على اتنين بتزود حرف الت. ليه بنعمل كده؟ عشان نخليها بقانون ايه ضعف الزاوية، يبقى ده قانون ضعف الزاوية، قول اتنين جا س كلها على اتنين في جتا س على اتنين، هنعتبر دي عبارة كلها اتنين س يعني، وتقسم على اتنين. فاهمين؟ يبقى احنا كده حولنا يعني ان جا باي على اتنين زائد س قانون ضعف الزاوية، اللي هي اتنين جا الزاوية على اتنين جتا الزاوية على اتنين. بعد كده لما قسمت الزاوية على اتنين خلاص انت كده فكيت الجا كأنها قانون واخدناه اللي احنا عارفينه، اللي هو جا قانون ضعف الزاوية، جا 2 س 2 جا س جتا س. تمام، فبنجيب نص الزاوية اللي عندي، فهم قال له والله جا 2 س هي 2 جا س جتا س. هنا عملت ايه؟ قمت قايل والله 2 بره، جا نص الزاوية في جتا نص الزاوية، وبعدين قمت قاسم البسط والمقام على جتا تربيع س. لما اقسم على جتا تربيع، واحد على جتا تربيع هيديك قوة تربيع، يبقى انا قسمت البسط والمقام على ايه؟ على الجتا تربيع هنا وهنا. لما قسمت على جتا تربيع، واحد على جتا تربيع اللي هي قا تربيع الزاوية. تمام، دي كلها واحد اهي، شوف هنا مقسومة على جتا تربيع س، يبقى أنا قسمت البسط على جتا تربيع س اللي هي ق تربيع الزاوية، والمقام لما أقسمه على جتا تربيع جتا تروح مع جتا، يتبقى جا على جتا اللي هي ظا. وصلت في الآخر خالص إن البسط بقى مشتقة المقام، يعني طالما البسط مشتقة المقام دي دالة إيه؟ دي دالة لوغاريتمية. ماشي، دي المعلومة اللي إحنا حلينا بيها المسألة. خلاص؟ أقول له والله إذا النص تكامل هاء، وعامل معيار ظا لوغاريتم يعني ايه لوغاريتم الاساس اللي عندك اللي تحت، اللي هو اللي تحت، طالما البسط مشتقة المقام يبقى لوغاريتم المقام، لوغاريتم معيار المقام ظ باي على 4 زائد س على 2 زائد ثابت. دي فكرة حل ايه التمرين بتاعنا. لكن الاسهل بقى من ده كله طبعا الحل ده، انت تبقى حافظ لما جيت ق س هضرب بسط المقام في المقدار اللي هو ظ س زائد ق س. ماشي، حاول تفهم بقى الطريقة السهلة دي، دي برضو طريقة برضو تعرفها عشان لو جات لك في الاختيار بصورة تانية تبقى عارف ان ليها حل تاني، اللي هي لوغاريتم ظ باي على 4 زائد س على 2 اساسها، وهنا نص بره، دي صورة تانية ليها يعني. ماشي يا شباب، عشان لو جات في الاختيار الصورة دي تبقى عارف، يبقى دي الصورة المعتادة اللي هي لوغاريتم ظ س زائد ق س اساسها، ودي الصورة التانية نتيجة طريقة الطريقة التانية الحل يا شباب. هنا خلينا جتا، خلينا جا باي على 2 زائد س، وبعدين حلينا المسألة قانون ضعف الزاوية، جا زاوية قلنا 2 جا نص الزاوية في جتا نص الزاوية، وبعدين قسمت بسط المقام على جتا تربيع س. هي بس فكرة عالية شوية عايزك ايه تفهمها برضو للأمانة، يعني عشان لو جات لك في الامتحان الاختيار يعني ايه تبقى فاهم، احنا مش ضامنين ظروف الامتحان ايه او السؤال هيبقى عامل ازاي في الامتحان. تمرين تاني، تكامل ظا س على 1 ناقص جتا س. نعمل ايه في التمرين ده يا شباب؟ احنا ممكن نضرب بسط المقام في مقلوب الجتا عشان نخلص من الجتا دي، لان القا والظا يعني لو خليت مثلا ضربت هنا في قا س وهنا قا س ده هتبقى تروح، تعالى كده معايا ركز، يبقى انا ضربت في قا س ايه اللي هيحصل؟ فكره الحال ان انا هضرب بسط المقام في قا س، فيبقى يظهر عندك هنا قا س وهنا تبقى بواحد. فلاحظنا ان البسط مشتقه المقام، لان قا س مشتقتها قا ظا، طالما البسط مشتقه المقام تبقى لوغاريتم هاء معيار اللي تحت.
فهمنا الفكرة هنا يا شباب؟ ليها طبعا طرق تانية بس هتبقى يعني مش هتوصلك للحل ده، الحل السريع يعني. طب فكرنا ازاي؟ القا والظا، انت عارف لما تضرب في هنا في قا سين يبقى قا سين ظا سين، مشتقة مين؟ مشتقة نفسها، لان هنا ناقصها ايه؟ ناقصها قا سين عشان تبقى مشتقة القا، لان هنا واحد. لما نضرب هنا في قا سين هيبقى عندك هنا قا سين. فهمنا فكرة الحل هنا يا شباب؟ يبقى الناتج بتاعنا اللوغاريتم معيار قا سين ناقص واحد لأساسها زي السبت. مسألة تانية يا شباب معانا، فكر كده. جاتا كبد عبارة عن جاتا ربيع في جا، يعني بقول والله تكامل جاتا ربيع سين جاتا تربيع سين جا سين ده لسين. انت فكيت الجاتا كايب لجاتا ربيع في جا، بعد كده ندخل متطابقة بقى مكان الجاتا ربيع دي، اللي هي واحد ناقص جاتا تربيع في جاتا تربيع سين في جا سين. تعالى فك يبقى المسألة مجالك، حاول تدور على متطابقة وزع عليها المقدار، خد المقدار ده اضربه في واحد فيديك جتا تربيع س في جا س ناقص جتا أس 4 س في جا س ده للس. هنا تكامل يا شباب، دالة اللي هي جتا وهنا ايه جا، خد بالك دي دالة ده على أس دالة مشتقتها، مشتقة الجتا بسالب جا، يبقى تاخد هنا سالب تحطها جنبها هنا سالب بره عشان تبقى دالة في مشتقتها، مشتقة الجتا بسالب جا. فتعمل ايه؟ تقوم حازف المشتقة ومزود واحد على الأس وقاسم على الأس الجديد اهو. تاني يا شباب، يبقى انت خدت المقدار ده كله ضربته في الواحد وضربته هنا، بقى عندك مقدارين، دي دالة ودي دالة. الأولى دي دالة وهنا ايه؟ مشتقتها، ضربنا هنا في سالب يبقى دالة في مشتقتها، ماشي؟ دالة في مشتقتها، بنزود واحد على الأس ونقسم على الأس الجديد وبنلغي المشتقة خالص. هنا نفس الكلام، جتا عليها أس، أشوف الدالة عليها أس، دالة في مشتقتها، مشتقة الجتا بجا؟ لا، سالب جا، يبقى المفروض تغير دي تخليها سالب، وتغير دي تخليها موجب. فبقت دالة في مشتقتها، طالما دالة في مشتقتها تقوم نزود واحد على الأس وقاسم على الأس إيه؟ الجديد. فهمنا كده؟ دي فكرة حل إيه؟ التمرين. يبقى إحنا اشتغلنا مطبقات في الحل. جالك حاجة زي دي، جتا أس كذا، جا أس كذا، ظا أس كذا. حاول دخل المتطابقة معاك هتلاقي المسألة سهلة. السؤال اللي بعده، تكامل 2 س تكعب ناقص 1 على س زائد س أس 4 دالة س. هنا نعمل إيه يا شباب؟ ممكن ناخد عامل مشترك، لو خدنا من هنا عامل مشترك اللي عندي، طيب هنا برضو س ممكن ناخد منه عامل مشترك، مش كده؟ يعني هنا ممكن أقول في البسط آخد س تربيع مشترك، واللي تحت آخد س تربيع مشترك. انا عايز اخلي البسط مشتقة المقام يا شباب، يعني دي صعوبة المسألة، لان دي دالتها لما تيجي تنزل اس 4 س تكعيب ودي مشتقتها واحد، فاهمين؟ يعني المشكلة دي اتنين، المشكلة دي اتنين، لان دي مشتقتها تبقى 4 س تكعيب. ففي الحالة دي تعمل ايه؟ والله تقوم واخد عامل مشترك من البسط وعامل مشترك من المقام بحيث يتصلوا مع بعض. تعالى كده نخف الاسس شوية، ناخد س تربيع من البسط فيبقى عندك ايه؟ 2 س ناقص 1 على س تربيع، تمام كده؟ دي س تربيع يا شباب، وتحت خد س تربيع برضه على مشترك، حاول تخف المسألة، فيبقى عندك هنا واحد على س زائد س تربيع، بقى كده أسهل، الدالة أهي مشتقة، ليه لما احنا الفكرة دي يا أستاذ؟ لأن أنت أصلا دي مشتقتها 4 س تكعيب مش 2 س تكعيب، فأنت عايز تخف المسألة تخلص من الاتنين دي، تقوم واخد عامل مشترك اللي هو س تربيع بره، من هنا ومن هنا يروحوا مع بعض، فيبقى عندك تكامل 2 س ناقص س أس سالب 2 وهنا س أس سالب 1 زائد س تربيع. ركز معايا، دي مشتقتها البسط مشتقة المقام، ودي برضه مشتقتها دي لأن الأس هينزل وهطرح منه واحد، فبقى البسط مشتقة المقام، يعني تقول لوغاريتم هاء معيار اللي تحت اللي هو إيه؟ س أس سالب 1 اللي هي 1 على س زائد إيه؟ س تربيع زائد السالب. شفتوا الفكرة بتاعت المسألة عاملة إزاي؟ حاولوا بقى تستوعوها عشان يعني مسائل يعني فيها افكار، ودي مسائل مجمعها لكم يا شباب بتبقى ملائمه للامتحان ان شاء الله، الامتحان بتاعكم معتمد على الافكار دي. جاية 3 س د ل س، ده نحله ازاي يا شباب؟ الزاويه غير الزاويه ودي ضرب، يبقى لازم نفكر كده القوانين اللي احنا خدناها بتاعت الجا، هناخد الزاويتين مره نجمعهم مره نطرحهم، مره نجمعهم مره ايه نطرحهم من بعض عشان ايه نحول المساله بتاعتنا بدل ما هي ضرب تبقى ايه جمع. تعال فك جا، القانون بتاعنا بيتفك جا جتا جا جتا جتا جا
نفس الإشارة، فاكرينه؟ 5 س وهنا 3 س، وهنا 5 س وهنا 3 س، نفس الكلام هنا، جا جتا نفس الإشارة، جا جتا جتا جا، الزاوية الأولى إيه وأدي الزاوية التانية، تعالى اجمعهم مع بعض، ده يقوم رايح مع ده، يبقى هنا 2 جا 5 س جتا 3 س، دي جا 8 س ودي جا 2 س، يبقى جا 8 س زائد جا 2 س. ترجع للتمرين بتاعك بقى، ما دول اللي انت عايزه، ده اللي انت عايزه تعوض عنه بقى هنا، يعني تقسم ده على 2، فيبقى والله ان جا 5 س جتا 3 س تساوي نص جا 8 س زائد جا 2 س، يبقى النص سيبناها بره ورا التكامل، تقول له جا 8 س زائد جا 2 س د س، ده يتكامل عادي بقى يا شباب، يكملوا تحت هنا، نقول والله اذا الناتج النص تكامل جا 8 س زائد جا 2 س د س، هذا النص زي ما هي، تكامل الجا سالب جتا سالب جتا على مشتقة الزاوية، تكامل الجا بسالب جتا على مشتقة الزاوية، يعني الناتج في الآخر هيطلع سالب 1/16 جتا 8 س سالب نص جتا 2 س زائد ايه؟ زائد الثابت عندنا. دي فكرة حل التمرين يا شباب، ودي طريقة الحل اللي احنا، لأن المسألة أصلا كانت حصل ضرب نسبة مثلثية جا وجتا بالزوايا غير زي بعضها، زوايا مختلفة، لازم نفكر التفكير ده، التفكير ده جه في دماغك على طول، وطريقة الحل دي خلاص، لعل وعسى يجيلكم مسألة زي دي في الامتحان، ربنا ييسر كده، وعلى قد ما نقدر نلم لكم الأفكار المهمة. السؤال اللي بعده بيقول لي تكامل قاسين قاطع س دالة س، القا مقلوب الجتا والقطع مقلوب الجا، نضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام، تبقى جا س جتا س دال س، الواحد ده يا شباب ممكن نشيله ونحط مكانه المتطابقة اللي هي جا تربيع زائد جا تربيع، فاكرينها؟ جا تربيع س زائد جتا تربيع س، وهنا جا س جتا س دال س. بعد ما عملنا كده يا شباب وفكنا الوحش وهتحولها تاني، الواحد جا تربيع زي جا تربيع، تاني يا شباب واحد اللي هو جا تربيع س زي جا تربيع س، ممكن يا استاذ ناخد والله جا تربيع س دي عشان هي جمع، ده يتقسم عليه تحت، ايوه كده الكلام مظبوط، جا س د س، ونقول زائد تكامل جا تربيع س على جا س جا س د س، تقدر بقى تبسط نقول له هنا جا تروح مع جا، يبقى عندك جا س على جتا س د س، وهنا جتا تروح مع جتا، فيبقى عندك جتا س على جا س د س. خلاص كده انت خلصت المسألة، البسط مشتقة المقام، الجتا مشتقتها في سالب جا، حط سالب هنا وسالب بره، فتبقى سالب لوغاريتم معيار جتا س، البسط مشتقة المقام تمام، مشتقة الجا بجتا، فهمنا كده؟ يبقى هنا لوغاريتم ها معيار جا س زائد الثابت، دي فكرة حل المسألة يا شباب. التمرين اللي بعده دي تكامل 1/1 ناقص س ذات س الكل تربيع ده لس، دي نعملها ازاي يا شباب؟ هنا الزطا لو ضربتها في ظا ده هتروح، ولو ضربت هنا في ظا تبقى ظا ص، وهنا تبقى ظا ص تمام، بس في عندك تربيع، فعشان تدخل الظا جوه محتاج تضربها في ظا تربيع، يعني تضرب هنا ايه في ظا تربيع س، وهنا في ظا تربيع س، عشان تقدر تدخلها جوه الايه جوه القوس ده، فيبقى عندك بالبسط ظا تربيع س، واللي تدخل جوه تبقى ظا س ناقص س كل ايه تربيع. شباب احنا ضربنا في الظا تربيع ليه يا استاذ تاني، ركز معايا، لان ده قوس عليه تربيع، فعشان تدخل جوه لازم تبقى ايه نفس الدرجه،
فتبقى هنا ظا دخلت ودي هنا ظا في ظا طب واحد، والتربيع فوق زي ما هو ده اللي سي. لاحظ بقى انت عندك متطابقة، تقدر بقى تشتغل على المتطابقة دي، تقول ان الظا تربيع دي سين دي في الكا وتحط مكانها قا تربيع ناقص واحد. بقى عندك البسط مشتقة المقام، بس خد بالك دي فيها اس ولازم تحولها لدالة مضروبة في دالة. دالة في ايه؟ في مشتقتها يعني. الدالة اللي عندك دي تطلع فوق بأس سالب، تقول له ظا س ناقص س كل تربيع بس بالسالب في مشتقتها اهي فوق اللي هي ق تربيع س ناقص واحد دال س. شباب خد بالك تاني عملت ايه؟ انا ضربت الاول خالص ظا تربيع ظا تربيع، فبقيت هنا ظا تربيع والمقام ظا س ناقص ظا س، شلت الظا تربيع س دي وعملتها مطابقة اللي هي ق تربيع س ناقص واحد. لقيت ان البسط مشتقة المقام، يعني القا تربيع دي مشتقة الظا س والواحد مشتقة السين، بس خد بالك ده على اس مش عشان لوغاريتمية، لا هتحولها لدالة في مشتقتها. يبقى انت طلعت دي فوق فالدالة في المشتقة بتاعتها، الدالة ده في مشتقتها، طالما دالة في مشتقتها بتلغي المشتقة وزود واحد على الاس وتقسم على اس جديد، فيبقى عندك ظا س ناقص س كل اس سالب واحد، وهنا سالب بره بنقسم على الاس الجديد، يعني نزود واحد على الاس ونقسم على الاس الجديد زائد ثابت، اللي هي ممكن تتبسط بره تقول واحد سالب واحد كده على ظا س ناقص س زائد ثابت. دي فكرة حل التمرين. السؤال اللي بعده بيقول لي تكامل س تكيب على س زائد واحد دال س. طيب الأس التكيب ده ممكن يعني لمحنا هنا س زائد واحد، ممكن نخليها ايه مجموع مكعبين ونحلل، طالما انت لمحت الفكرة دي يعني لمحتها معايا، يعني ممكن تزود واحد كده وتنقص واحد تقول له هنا س زائد واحد، وتقدر بقى ان انت تاخد القوس ده لوحده تقول له س تكيب زائد واحد هيتقسم على س زائد واحد، وهنا ناقص واحد على س زائد واحد، وتاخد ايه كل ده لوحده. ليه يا استاذ؟ لان ده مقدار يقدر يحلله، نحلله قوس صغير وقوس كبير، فاكرين الطريقة؟ يعني قوس صغير كده وقوس كبير، جذر التكعيب الاول وجذر التكعيب التاني نفس الاشارة، مربع الاول مربع التاني، الاول في التاني بعكس الاشارة، وطلعت زي ما هو ناقص التكامل بتاعك واحد على س زائد واحد ده للس. تلاحظ هنا ايه؟ قوس هيروح مع قوس بقى مقدار، وهنا البسط مشتقة المقام في ده اللوغاريتمية. كده خلصت مسألتك اهوت، كملنا المقدار، زودنا على الأس واحد وقسمنا على الأس جديد، وديت س تربيع على اتنين وإشارة سالبة ودي س، وهنا البسط مشتقة المقام يبقى لوغاريتم ه لمعيار المقام اللي عندي زائد ايه؟ زائد ثابت. واضح كده يا شباب؟ المسألة المشهورة بتاعتنا يا شباب، تتوقع إن شاء الله تجيلكم المسألة دي، جت كتير في الامتحانات وجت في كتاب بنك الأسئلة والامتحانات، ومعانا في المراجعات اهي برضه موجودة من بنك المعرفة. تمام، مسألة مشهورة يعني، لما جاي حاجة زي دي اضرب بسط ومقام في ه أو س على طول. بعد كده إن المقام مربع مجموع كميتين اللي هو الجذر التربيعي الأول حصل من تحت، يعني لو قلنا مثلا هنا ضربنا في اتنين بقت اتنين جتا س، وهنا قسمنا على اتنين، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ والله اتنين جتا س دي ممكن نفكها، نقول جا س زائد جتا س، جتا س زائد جتا س، صح؟ نقول كده جتا س، خد بالك أنا عايز أكون المقدار تحت. وهنا ايه جتا س، عايز اكون المقدار اللي تحت، يعني اقول له زائد جا س كده، وهنا ناقص جا س، فكونت المقدار اللي تحت. شفت الفكره بتاعتها جت ازاي؟ ها حاول بقى تتعلم الفكره دي. يبقى احنا فكينا اتنين جتا س جتا س وجتا س، وحطينا جا س وجا س عشان تبقى الشكل اللي تحت. لما تقسم بقى القوس ده على ده يبقى واحد، وتقسم ده على ده بقى البسط مرفق المقام. بس مشتقة المقام، مشتقة الجتا بسالب جا، مشتقة الجا بجتا. كده انت خلصت المسألة التكامل بقى الواحد اللي عندك ده بس، ماشي، زائد اللي بعدها، خليك النص مضروب فين في المسألة كلها؟ لوغاريتم ه معيار اللي تحت اللي هو جتا س زائد ايه؟ جا س زائد السالب. دي فكرة العمل المسألة والشغل اللي احنا عملناها ديت يا شباب، اتمنى بقى تكون فهمتوها عشان لو جات لك في الامتحان ما تهش، يعني دي افكار جديده ودي مسائل يعني كلها افكار نازله على موقع الوزاره، يعني افكار ايه جديده يا شباب في لحظتها، فخدوا بالكم يعني كلها مسائل جديده في افكار، فتاخد بقى مش موجوده يعني ايه اول مره تقابلنا يعني وايه في الافكار بتاعتها، فاحنا بقول لكم عليها عشان لو حط هو حاجه في الامتحان مش عارفين ظروف دي اعداد برضو اعداد عشان ما تتلخبطوش، يعني فكرتها انت تخلي البسط زي المقام، والله اخلي ده زي ده او نضيف له ايه زائد اتنين في هاء اس سي، كده ما حصلش حاجة لأن هيطلع نفس المقدار. ليه بنعمل كده؟ عشان لما نجزاها نقول له واحد ناقص ها أس س على واحد ناقص ها أس س زائد اتنين في التكامل ها أس س على واحد ناقص ها أس س ده للس، هنا يروح مع ده
فيبقى تكامل دي طبعا ده سين، تكامل عندي هيبقى ايه سين. هنا البسط مش مشتقة المقام، لأن مشتقة المقام بتبقى سالب، فتزود هنا سالب وهنا سالب، يبقى عندك سالب 2 لوغاريتم ها معيار المقام زائد ثابت. ماشي يا شباب، يبقى ده الحل بتاعنا للتمرين. شوف فكرة تانية، بيقول لي تكامل 1 زائد جتا 4 س على زتا س ناقص ظ س دالت س. خد بالك، تعال نشتغل كده نفك من قانون ضعف الزاوية. لو جت 4 س، ها نقول والله 2 جتا تربيع ضعف الزاوية، عندك موجود تجيب نصها بقى هنا، يبقى 2 س ناقص 1 على الزتا اللي هي جتا على ج، والظا اللي هي ج على جتا. تعالى بقى نضرب طبعا ده س، نضرب بسط المقام في ج س جتا س عشان نتخلص من ده، فيبقى تكامل. ركز معايا هنا، تبقى هنا واحد هتتضرب بقى في المقدار ده، تبقى ج س جتا س زائد 2. فممكن تقول ده يروح مع ده اصلا، لان ده راح خلاص من غير بقى الضرب، ده كله ايه اختصر، ده راح مع هناك ماشي، ده راح مع ده، فمش هنضرب بقى ولا حاجة، اضرب في ده بس. فيبقى عندك 2 جتا تربيع 2 س في ج س جتا س ماشي. بالمقام هنا تبقى جتا تربيع، لان ج س هتروح مع ج س، وجتا في جتا بجتا تربيع، ناقص جتا هتروح مع جتا، يبقى هنا ج تربيع س. طيب ركز معايا كده، عندك جتا تربيع س ناقص جتا تربيع س اللي هي جتا 2 س، يعني دي متكررة. حاول بس تفهم معايا، هنا 2 جا س اهي، تعال نكتب اللي فوق كده عشان تبقى الأمور واضحة. 2 جا س جتا س في جتا تربيع 2 س، هنفكها نقول له والله جتا 2 س في جتا 2 س، وهنا المقام جتا تربيع س ناقص جتا تربيع س اللي هو جتا 2 س ده ل س، فالمقص ده هيروح مع ده. طيب ده قالك ايه؟ 2 جا س جتا س اللي هي جا 2 س في جتا 2 س. لا ده يا استاذ برضه قانون ايه ضعف الزاويه، هم والله عاملين ايه، ضاربين في 2 هنا وقاسمين على 2 بره، ضاربين في 2 كده وقاسم على 2، في 2 اصلا موجوده يعني شباب، كان في 2 اصلا موجوده اهي مش كده شباب. احنا لما اختصرنا 2 جا س جتا س اللي هي جا 2 س، تمام. لا كده مش موجوده بقى، احنا خدنا كل ده على بعضها، احنا ماشيين صح. تاني يا شباب، طيب يبقى النص معانا، يبقى انا عملت ايه شباب؟ دي 2 جا س جتا س خليتها جا 2 س، خلي خد بالك دي انساها خالص، وشلت دي مع دي، يبقى عندك جتا 2 س. بعد كده لقيت ان ده قانون ضعف الزاويه، قمت ضارب هنا في 2 وقاسم على 2، تمام كده، كده تمام الامور تمام اهو. يبقى له نص تكامل جا 4 س د س، ده قانون ضعف الزاويه. تكامل الجا سالب جتا، يبقى سالب جتا 4 س ونص زي ما هي، تقوم مضروبه بقى في مشتق على مشتق طبعا، يعني نص، يعني انت بعد مشتق بتقسم على مشتق، بعد ما الكامل بتقسم على مشتق الزاويه، فالاربعه مشتق الزاويه دي باربعه، 4 في 2 ب 8 اهي زائد سالب، ده الحل بتاعها. فهمنا شباب؟ هي مساله مجهده شويه انا عارف، ما فيش يعني ايه، خد بالك احنا شغلنا اهوت، وانت براحتك اصلا بتشتغل. جت 4 س هي 2 جت تربيع 2 س ناقص 1، نجيب نص الزاويه اللي هنا ودي تروح مع دي وتضرب. تاخد بالك بقى ان المقام لما ضربنا بس المقام في جا س جتا س هنا وهنا، بقى عندك جتا تربيع س ناقص جتا تربيع س اللي هو جتا 2 س، اختصرت مع واحده من فوق، نفكينا اللي هو التربيع ده شباب اهو فكيناه، والاثنين هنا 2 جا س جتا س اللي هي جتا 2 س، ودي نزلت جتا 2 س. قمت عامل ايه بقى؟ قمت والله ضرب في 2 وقسم على 2، ضربنا في 2 وقسمنا على ايه؟ على 2، يعني بقت نص معايا اهيت، قانون ضعف الزاويه رجعناه لاصله، وبعدين كملنا عادي بقى تكامل الجا بسالب جتا، وبعدين بنقسم على الزاوية فيطلع ناتج معانا سالب تم جتا 4 س. بص معايا التمرين اللي بعده، تكامل جتا 2 س ناقص جتا 2 س، خد بالك في س وسيتا، دي طبعا بتفرق في الحل يا شباب. جتا س ناقص جتا سيتا، هو عايز بالنسبة لس، فما تتلخبطش بقى واحنا بنحل ماشي. ركز معايا، هنعمل ايه؟ والله جتا 2 س ديت هنخليها 2 جتا تربيع س ناقص 1، قانون ضعف الزاويه. طيب وجتا 2 س برضه، بس هنخليها دي سيتا بقى، يبقى 2 جتا تربيع سيتا ناقص 1 سالب في سالب بموجب، معايا كده؟ ده للس.
المقام جتا س ناقص اهو جتا س ناقص جتا سيتا على التكامل. هنعمل ايه يا استاذ؟ والله سالب واحد تروح لموجب واحد. الله، طب ما عندك اتنين تقدر تاخدها عامل مشترك وتحلل بقى فرق مربعين، اتنين جتا تربيع س، ده بقت سهلة خلاص يعني. المسألة باينة وهي صعبة بقت سهلة خلاص يعني، الحمد لله يعني. ده لسي التكامل بتاعنا ينزل هنا، قلنا شباب هناخد اتنين عامل ايه؟ عامل مشترك. ها تطلع بره خالص عشان تخلص نفسك منها. اهي بقت فرق مربعين جتا س ناقص جتا سيتا، وهنا جتا س زائد ايه؟ فرق مربعين يعني شباب زي جتا يا سيتا. يبقى انت عندك جتا س ناقص جتا سيتا ده تروح مع دي. خد بالك بقى وانت بتكامل، ركز معايا، انت بتكامل بالنسبة للس مش بسيتا ماشي؟ ده راح مع ده خلاص، كوز ده راح مع ده، فتبقى عندك تكامل جتا س زائد جتا سيتا د س. تكامل الجتا يا استاذ، ها خد بالك بالنسبة للس دي تكاملها عادي، تكامل الجتا بسالب جا بموجب جا، ترجع لأصلها جا س. لكن جتا سيتا ده عدد، ده عدد يا استاذ شباب، ده عدد، ما حدش يقول لي بجتا بسالب جا هنا، ده عدد على بعضه، فتكامل يبقى جتا سيتا في س. ها مستوعبين ولا لأ؟ واضح الكلام كده يا شباب؟ احنا يا شباب اختصرنا السالب مع ايه؟ مع السالب، يبقى عندك جتا س زائد ايه؟ جتا سيتا. خلاص واضح الامور كده؟ طيب يبقى جتا تقول زائد كده اهو، ها س جتا سيتا، لان ده ايه؟ عدد، تكامل عدد ايه؟ بيرجع عدد في س زائد ثابت، اضرب بقى الاتنين، يبقى اتنين جتا س زائد اتنين س جتا سيتا زائد ثابت. هنا شباب هنحل مجموع مكعبين، نقول قوس صغير وقوس كبير، يعني هنا جتا أول تربيع، جزء التكعب الأول يعني، وجزء التكعب التاني، القوس اللي هنا دول الأول تربيع، وهنا التاني تربيع، أول في التاني بعكس الإشارة، ناقص ج تربيع س ج تربيع س على ظا تربيع س. خلاص خد بالك في حاجة كمان ناقصة في المسألة هنا، كان بيقول لي في ق، كاتبها كده في المسألة، بيقول لي في ق أس 4 س د س دي المسألة، فق أس 4 س هتنزل تحت هنا اللي هي جتا أس 4 س، يبقى احنا نزلناها تحت ماشي. تعالى كده نكمل، هنسيب ج تربيع س زائد جتا تربيع س فوق كده، وهنا ده عبارة عن ج س زائد جتا تربيع س، جتا تربيع س زائد جتا تربيع س كل تربيع ناقص اتنين ج تربيع س، جتا تربيع س تتضاف هنا تبقى سالب تلاتة ج تربيع س جتا تربيع س. خد بالك دي بواحد، وهنا ظا تربيع هتختصر، لأن أنت عندك الظا تربيع ده عبارة عن ج تربيع س على جتا تربيع س في جتا أس 4 س. تعالى كده نكمل، دي بواحد، يبقى أنت عندك ج تربيع س زي جتا، ما تفكش دي بقى سيبها معاك ماشي. هنا واحد ناقص تلاتة ج تربيع س، دي الفكرة بتاعتها بس يا شباب، دي تسيب دي تفكها ودي توزعها في الضرب عشان تختصر، طبعا ده تختصر مع اللي تحت، يبقى ج تربيع س ج تربيع س، التكامل بتاعي اهو، وزع كده المقدار اضربه هنا تبقى ج ج تربيع س، دي تربيع يا استاذ ماشي، اضرب يعني جت المقدار كله اضربه هنا واضربه هنا، تبقى جتا تربيع س زائد جتا تربيع س، اتضرب في الاول وبعدين لما يتضرب في التاني هو بواحد اصلا فمش هيأثر ودي حاجة. فهمت الفكرة؟ ليه بنعمل كده؟ عشان نحولها لمقدارين ينفع يتقسموا على تحت، او تلات مقادير ينفع يتقسموا. انت وزعت اهو، وزعت على مقدار على جتا تربيع س جتا تربيع س. تعالى بقى معايا هنا، اقسم كل حد على تحت، دي لما تقسم عليه تقدر تروح معاه بقى جتا تربيع، واحد على جتا تربيع اللي هي قا تربيع س، ودي لما تقسم عليه هتروح معاه بقى واحد على جتا تربيع س اللي هي ايه؟ قتا تربيع س، وهنا جا تربيع س تروح مع جتا تربيع س وتروح مع دي بقى تلاتة ده للس. تكامل القا تربيع قا كانت ظا،
والقطع التربيعي كانت بإيه؟ بسالب ذاتها. والتلاتة تبقى تلاتة س زائد إيه؟ ثابت. دي فكرة حل التمرين. شفتوا يا شباب الفكرة؟ المسألة اهيت، كان كل ده مضروب فيه قاس 4 س دالت س. ماشي، دي فكرة حل المسألة. حللناها مجموع مكعبين، وبعدين حاولنا ان احنا نبسط المسألة عشان نختصر مع المقام، ورجعنا وصلنا المقدار ووزعنا. الفكرة في كده، كان انت خريطة حاسس ضرب كده دالتين مش هتعرف تختصر في حاجة. يعني ممكن طالب يقول لك اسيب دي واحد واعمل دي واحد واقسم، هتيجي تقسم على تحت بقى هتوه في الاختيارات، هتبقى عندك واحد درجات تربيع التربيع الشراكة، يعني التكون بتاعها هيبقى صعب عليك، مش هيبقى معاك مظبوط يعني، لان هي مرفوعة الاسس. فدي ابسط ايه طريقة للايه للحل يعني. تمام، يعني انت طبعا ممكن ان عملت دي تبقى واحد، ودي راحت اصلا فتبقى واحد على ايه؟ على المقام من غير ما توزع يعني، مش كده؟ لان الواحد لما يتقسم هيطلع هو نفس الكلام، بدل ما توزع ده هنا وده هنا، هي لان دي واحد ودي واحد. هي الفكره بقى ان احنا ايه جبنا ده معانا وده معانا، خلاص. لما قسمنا واحد على جتا تربيع هتبقى ايه؟ بس المشكله تبقى ضرب يا استاذ، يعني يبقى جتا تربيع او جتا تربيع تحت ضرب ما تتقسم، فيبقى عندك قا تربيع في قا تربيع، تيجي بقى تكملها يبقى مشكله معاك في الحل. انت عايز توصل ان هي تبقى مقادير مجموعه عشان تقسم تطلع ايه نسب مثلثيه تقدر ان انت تكملها بسهوله يعني. اللي بعدها تكامل ه اس س على ه اس 2 س ناقص 4 د س. البسط مشتقه المقام ه اس 2 س مش هيبقى هو هو، ولكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نحل اللي تحت ده فرق المربعين، تبقى اقول له والله ه اس س ناقص 2 في ه اس س زائد ايه 2 د س. وبعدين نعمل ايه؟ ممكن مثلا ان احنا نجيب مقدار زي تحت، نضيف مثلا 2 ونطرح 2. طب نعمل ايه يا استاذ؟ والله ممكن نحط هنا 2 ونقسم على 2 كده. ها وبعدين هنعمل ايه تاني؟ والله نسيب النص زي ما هو كده ونعمل تكامل، نقول له ها اس س دي اعمل فيها ايه؟ ازود عليها ها اس س كمان، هيحصل حاجه؟ لا. اطرح منها 2 وازود عليها 2 فيها حاجه؟ لا مفيش فيها اي حاجه. تمام، يبقى احنا عملنا كده 2 ها اس س دي فكناها، طرحنا 2 وزودنا 2. ليه؟ عشان لما نقسم هي في اقواس هتختصر معاك، ركز كده بس معايا الاخر. ه اس س هي زائد 2 د س، يبقى النص نزل. قال التكامل المقدار اللي فوق ده لما يتقسم على اللي تحت ده، يعني خد مثلا دول كده جوه قوس وده جوه قوس، ده لما يتقسم على ده المقدار ده كله يا استاذ لما يتقسم على ايه؟ على اللي تحت. دي جمع اهو، شايف الزائد بينهم هنحولها برضو زائد كده، يعني ايه؟ هتاخد ده تقسمه على تحت وده تقسمه على تحت، ده لما يتقسم على ده يروح مع ده، يبقى واحد على ه اس س زائد 2 د س، صح؟ جميل. والتالي ده زي ده اهي، ده لما يتقسم هيروح مع ده، يبقى واحد على ه اس س ناقص 2 د س، صح كده يا شباب؟ فاهمين؟ تمام، نكمل بقى مع بعض كده الحل. عندك النص اهيت، وهنا واحد على ه اس س زائد 2. طيب نعمل ايه تاني يا ولاد؟ والله ناخد داله داله بقى ونحاول ان احنا نفك المقادير بتاعتنا. ازاي؟ انت عندك نص موجود اهي، هنا ه اس س، لو ضربتها في ه اس سالب س هيحصل حاجة؟ لا. اضرب كده معايا ه اس سالب س، تبقى دي تحول تبقى واحد، لأنها ه اس صفر بواحد، زائد 2 في ه اس سالب س د س. نفس الكلام هنا، هنضرب في ه اس سالب س فتبقى هنا بواحد، ها وهنا ناقص 2 في ه اس سالب س د س. ليه عملنا كده؟ البسط ده عندك مشتقة المقام تقدر تجيبها ازاي؟ والله ممكن تخلي البسط مشتق ده المقام. ازاي يا شباب؟ ركز معايا كده، المقام اهو، بص معايا، ده مشتقته بصفر وده مشتقته، الداله نفسها في مشتقه الاس، الاثنين ثابت، تقوم ضارب في 2 وقاسم على 2 وحاطط سالب وهنا سالب، فهمتوا؟ نفس الكلام هنا، البسط عايز مشتقه المقام، مشتقه دي بتبقى الداله زي ما هي بهدوء خالص اهو، دي مشتقتها بتبقى ايه؟ بتبقى زي ما هي، ها على مشتقة الأس سالب، تقوم حاطط هنا سالب وسالب فين؟ بره، ها دي كانت أصلا سالب يا أستاذ موجودة، دي أصلا إيه؟ سالب، ماهيش زي التانية، فهو السالب أصلا موجود معانا، ركز معانا تاني كده، واحد ناقص 2 في ه أس سالب س، أي ه أس سالب س، دي مشتقتها بواحد، مشتقة سالب 2 ه أس سالب س، دي مشتقتها الدالة زيها زي ما هي، أهي زي ما هي، وعندك السالب 2 كان معانا، وسالب في سالب يبقى إيه؟ بموجب، يعني انت تقوم والله انا هضرب هنا في 2، الاثنين معايا اهي، ممكن تدي 2 كده واقسم على ايه؟ على 2،
خد بالك انت عندك في التمرين نص مضروب في كله، فنص في نص يبقى بكام؟ بربع اهو، واخد بالك؟ لان النص ده كان مضروب هنا ومضروب هنا، يبقى انا لما ضربت في 2 قسمت على 2، هنا ضربت في 2 قسمت على 2 بقت 4، وهنا سالب 2 في هاء سالب س، المشتقه بتاعتها دي كلها على بعضها يا شباب. بص كده لما تشتق هتجيب هاء سالب س زي ما هي، والثابت معاها 2 حطيناه اهو، والمش على مشتقه الاس سالب على سالب فيها الموجب، فتبقى موجب هنا. وصلت الفكره كده؟ حاول بس تستوعب الطريقه بتاعت الحل. احنا مساله حل بالنمط ده يا شباب دي فكره حلها، يعني هي مساله عارف ان هي قويه، وحاول بس بهدوء كده ايه تركز معايا في الخطوات. شفت كل العمال اللي احنا بنعملها في مساله؟ قاعدين نعمل عمل كل شويه، نعمل خطوه زياده وكده عشان نوصل للحل. هي المسائل دي صعوبتها في كده، ماشي؟ فحاول بس كده ايه تركز معايا وان شاء الله تفهم. اولا من الاول اهو، انا هنا ضربت في 2 وقسمت على 2، فكيت دي هاء اس س وهاء اس س، حطيت سالب 2 وموجب 2، خدت ده قسمته على تحت وخدت ده قسمته على تحت، يبقى قابلتني مشكله ثانيه. قابلتني مشكله ان البسط مش مشتقه المقام، اعمل ايه؟ ها اعمل ايه يا استاذ؟ اضرب اضرب فيها اس سالب س وهاء اس سالب س، اصبحت بقى البسط مشتقه المقام بس هي ناقصه. هتقوم والله ضارب في 2 وقسم على ايه؟ على السالب 1، وهنا ضارب في سالب 1، وهنا دي مشتقتها هاء اس سالب س زي ما هي والاثنين، وهنا سالب في سالب بموجب. خلاص كده انت خلصت. هتقول له والله سالب ربع لوغاريتم معيار اللي تحت اللي هو 1 زائد 2 في هاء اس سالب س، زائد ربع لوغاريتم هاء معيار اللي تحت 1 ناقص 2 في هاء اس سالب س زائد الثابت. فكرة برضه شوية كنت شرحتها في مسائل بنك الأسئلة، وأقول عليها تاني أهو برضه. لو جات لك هاء أس س مضروبة في دالة جوه قوس، يعني دالة موجودة ومشتقتها جنبها، دي التكامل بتاعها على طول محفوظ، بتاخد الهاء أس س في الدالة اللي عندك اللي هي إيه اشتقت، يعني جا س هي مشتقتها جنبها تاخد الدالة دي بس. دي الفكرة بتاعتها. يعني لو جيت لك بس في حاله خاصه بالنسبه لها اس س، لو لقيت اس س مضروبه في مقدار، المقدار ده فيه دالتين، واحده موجوده ومشتقتها متضافه عليها، بتقوم جايب الهاء اس س في الداله اللي مشتقتها موجوده الاصليه بس. ده التكامل بتاعه، عشان لما يجي لك في الاختيارات بتوقع ده الامتحان ايه 2021 ان شاء الله اللي هيجي لك منهم المسائل دي باذن الله، اتوقع المسائل دي هتجي لك. تمام؟ فتاخد بالك من الفكره دي كويس جدا وانت بتذاكر، يبقى على طول من غير بقى عشان في الامتحان تختار على طول. لو لقيت هاء اس س جواها مقدار ايا كان بقى اي داله، هجيب لك داله تانية. يقول لك مثلا تكامل هاء اس س في لوغاريتم س الاساس هاء زائد 1 على س. ها قول انت بقى نعمل ايه؟ انت عندك الهاء اس س هي موجوده ومشتقه اللوغاريتم جنبه، فتقوم قايل هاء اس س في لوغاريتم س الاساس هاء زائد ثابت.